عمر جابر، الناس كلها الزملكاويه وغير الزملكاويه كانوا مستنيين اللحظه ان انت هتحترف فيها بره، لانه ده كان سياق منطقي ولازم يحصل. بس لما تم الاعلان عن اتمام الصفقه، جماهير الزمالك راحت في حشود لبيتك وعملوا واحده من احلى الحالات اللي احنا شفناها في عالم كره القدم. يعني حاله وداع فرحان، ومعرفش هو كان تشجيع ولا كان وداع، احكي لي عن اللي حصل ده يا كابتن. طبعا زي ما حضرتك بتقولي، انا من وانا صغير بصراحه يعني كان نفسي اول حاجه ان انا العب في نادي الزمالك في الفريق الاول، وتاني حاجه ان انا احترف عن طريق نادي الزمالك. فالحمد لله هي حصلت. فالمشهد اللي حصل دوت لما الجمهور جه تحت بيتي وبيودعوني وكده، انا ما كنتش يعني، انا سمعت ان ممكن حد يجي كده استراتيجي كلام، بس ما كنتش متاكد ان حد جاي يعني. فلما جم طبعا بالعدد دوت، ممكن تكون اول مره تحصل ان اللعيب يحترف يحصل لموقف زي دوت من جمهور كبير زي جمهور نادي الزمالك، فحاجه طبعا فرحتني جدا. لا، هو مش السؤال انه الناس دي كلها راحت لك البيت، هو السؤال ان انت بعد ما تم اعلان الصفقه انت قاعد في البيت. على فكره دي المشكله، كنت قاعد في البيت بتعمل ايه؟ لا، ده اليوم دوت انا كنت مسافر اصلا اعمل كشف طبي، فهم كانوا عارفين كل حاجه، عارفين هسافر امتى وكده. انا كان بعديها بالظبط بساعتين مسافر عشان اعمل كشف طبي هناك. ده قبل سفرك بساعتين بس. بالظبط. بالتفصيل المشهد ده، وايه اللي جاب شيكابالا؟ وكان قاعد في البيت عندك ولا كان معدي جنبكم؟ ما اعرفش، احكي لي بقى التفاصيل. ما احنا ما فهمناش، احنا شفنا مشهد حلو وخلاص. لا، هو كان شيكا برضو جاي يسلم عليا قبل ما اسافر وكده، والناس صحاب ليا والناس من اهلي، فكانوا جايين برضو بالصدفه يعني، جايين يسلموا عليا وكده. فسمعت ان يعني انا ساكن في شارع شايف المهندسين، فهم الاول راحوا عند البيت القديم، فبرضو انا ليا برضو رجالتي هناك يعني. يا راجل مسيطر انت في الشارع. فكلموني قالوا لي في ناس جايه لك. قلت لهم ناس جايين لمين يعني؟ فقالوا لي يعني ان في جمهور جاي وكده، بس برده ما كنتش متوقع ان هيجوا بالعدد دوت. فلما جم طبعا قعدت مثلا بتاع دقيقتين بالظبط فوق كده معاهم، بس ما قدرتش، رحت نازل على طول طبعا معاهم. ويعني هو شيكابالا كان جاي من تحت؟ لا لا، شيكا كان قاعد معايا من قبليها. يعني شيكا وناس من صحابي تاني وناس من اهلي قاعدين معايا عادي، قاعدين عادي بنتكلم ومفيش اي حاجه. سمعنا بقى مره واحده واحنا نازلين. احكي لي عن شعورك، عن اللحظه دي بالنسبه لك ايه يا عم؟ والله لحظه طبعا فرحتني جدا وزعلتني في نفس الوقت، يمكن انا قلتها قبل كده. فرحتني طبعا ان ممكن تكون اول مره تحصل ان اللعيب يحترف تحصل معاه الموقف زي ده، ففرحتني جدا وزعلتني طبعا في نفس الوقت ان انا ممكن مش هبقى معاهم في الفتره اللي جايه او هبعد عنهم شويه. فزعلتني جدا برضو ان انا مش هبقى معاهم، بس اكيد ان شاء الله من تاني اكيد راجعين يعني ان شاء الله.